اللي صار يعني امبارح اليهود بتدعي انه سبب استهداف المزرعه انه طلع صواريخ من جنب المزرعه، انه في شغل مقاومه او ما شابه ذلك من جنب المزرعه. المزرعه زي ما انت شايف يعني ما فيش فيها ارض خاليه، ما فيش فيها ولا حاجه، فاضيه، مناطق فيها يدور هنا في مزارع. بعدين اللي بيشتغلوا في قلب المزرعه طبعا الكلام فيش منه عارم من الصحه، لا في انفاق ولا شغل انفاق. عمي مقعد، هو مقعد على الكرسي يعني، اولاده 4 شباب فاتحين بيوت. يعني المزرعه اللي استهدفوها الليله هو بتعيل حوالي 20 نفر. تقريبا المخاسر ما بين 50 ل 60 ألف دولار، ما بين يعني جاج ومزارع وشبكه ميه وخزانات ميه وكهرباء وميه وعلف وبيض. بقى في بيض موجود حوالي بيجي 200 كرتون بيض، علف، كراتين فارغه لتعبئه البيض. يعني مش عارف انا، اليهود بطل لها اهداف، يعني اهداف خلاص صارت تستهدف في قلب المزارع، في قلب البركسات، في قلب في شجر، في حجر، في حيوان، في طير، صارت تستهدف اي حاجه. بطل في لها بنك اهداف معين او مقام ما شابه ذلك، خلص صارت وين ما كانت تضرب بدون وعي. اخي تخبط شمال يمين، يعني هي عندنا هنا ورا بعد 400 متر هنا من المزرعه ضربين ارض فاضيه وضربين صواريخ ارتجاجيه. طب انتوا خبطوا، طب ليش خبطوا هنا؟ يعني خربتوا يعني الزلمه هنا خرب، يعني مش اول حرب، يعني بيجي له كذا حرب تضرر كثير يعني، وبدونا تعويض لك مبلغ كذا وكذا وعورك، ما فيش شيء على ارض الواقع. في تصعيد خطير من الاحتلال الصهيوني. قام الاحتلال بالامس بارسال حممه السوداء المدمره على المزارع والمنشآت المدنية للشعب الفلسطيني في محاولة لتهجير الشعب من أرضه، ومواقع أخرى أيضا للمقاومة لخلط الأوراق على الناس جميعا. في سلوك سيء ومشين، نحمل الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد، وهو من سيتحمل كل تبعات ذلك. ما نأمل أن يرعوا الاحتلال عن هذا التصعيد من حين لآخر، لأنه لن يستطيع لا أن يكسر إرادة المقاومة، ولا أن يقتلع الشعب الفلسطيني من أرضه، ولا أن يخيف الشعب الفلسطيني من أن يبقى منزرع في مزارعه وحقوله وبياراته ومصانعه. إذا كان العدو يظن أن بهذا التصعيد يمكن أن يخيف الناس ويهربهم من مناطقهم وأرضهم فهو واهم. وبالتالي رسالتنا اليوم رسالة الثبات والصمود والتشبث بالأرض، ونحن نقول ذلك ويد المقاومة على الزناد، لا تخشى من الاحتلال ولا غير ذلك، ولكن نأمل لصوت العقل أن يسود، رغم أننا نحمل الاحتلال أولا وأخيرا مسؤولية هذا التصعيد.